يقول سماحة الشيخ: ما صحة حديث اتقوا النار ولو بشق تمرة؟ حديث صحيح، الحديث صحيح، وأن الصدقة وإن كانت قليلة ففيها فضل عظيم، ولو نصف تمرة، شق تمرة يعني نصف تمرة. جاءت امرأة فقيرة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومعها ابنتاها صغيرتان، فأعطتها عائشة ثلاث رطبات، ثلاث تمرات، فأعطت كل بنت تمرة ورفعت الثالثة إلى فمها لتأكلها، فطلبت البنتان منها هذه التمرة فقسمتها بينهما ولم تأكل شيئا، فعجبت عائشة من هذا، ذكرت هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها الجنة بذلك.